مشاهدي انفاس بريس اهلا بكم في برنامج انفاس بور موضوع هذه الحلقه سنخصصه للحديث عن ازمه نتائج الوداد يحضر معنا في الاستوديو اديب عبد اللطيف رئيس جمعيه التواصل لمحبي الوداد اهلا بك استاذ مرحبا على الاستضافه كما علمت استاذ اليوم سنناقش موضوع ازمه الوداد. كيف تفسرون <applause> ازمه نتائج الوداد خلال الفتره الاخيره؟ انا اعتقد النتائج الاخيره اللي حققها فريق الوداد الرياضي هي ما جاياش من فراغ. لان هاد اللاعبين هذا وهذا المدرب هما الناس اللي بداوا البطوله الوطنيه وحققوا اربعه انتصارات تعادل وهزيمه ولتاجؤوا لعبوا السوبر الافريقي. السوبر الافريقي الوداد دارت مقابلات في المستوى الكبير، اننا نتصنع على الترجيم، ماميديتو ساون داونز، الكل كان يشيد باللاعبين وبالمدرب عادل رمزي لدرجه ان القنوات العربيه والافريقيه اشادوا بالطريقه اللي كتلعب بها الوداد والمستوى اللي ظهروه اللاعبين في المقابله والخطط التكتيكيه اللي كتلعب بها الوداد، فاذا بنا فجأة كنشوفوا نفس اللاعبين نفس الطاقم التقني تحول الفريق الى لاعبين اشباح. ولينا في مقابلات مع فرق في, واحد المجموعه اللي كل شيء كان تيقول من بدايه القرعه على ان هذه المجموعه هي اسهل مجموعه وعلى ان الورق الوداد سوف يتصدر هذه المجموعه بكل سهوله فاذا بنا نتفاجا بهذه النتائج وهذه الهزائم المتتاليه كل الوداديين حائرون في هذا الموضوع لان هناك اسباب لا يعقل ان كي قلت لك نفس اللاعبين ونفس الجو اللي كنا نعيش مع مع, مع 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 الفريق هذه تقريبا مدة ديال السوبر الافريقي كانت تفاجئوا بهذه النتائج وهذه الخيبه ديال الامل والمتضرر الكبير والوحيد راه هو الوداد والجمهور ديالو كاين كيفسر هذه المساله بالعياء والارهاق اللي صاب اللاعبين بسبب توالي مجموعه من المباريات سواء على المستوى القاري او على المستوى المحلي لا هذا هذا يمكن يكون عامل عامل الثروه البدنيه يعني اللعابه يلعبوا 21 يوم واحد سته ديال المقابلات بالإضافة الى تنقلات ماشي ماشي سهل ولكن اللعابه رجعوا ورجعوا من المسابقه بعد ما خسرنا النهايه ديال المسابقه الافريقيه وريحوا لعبوا واحد 11 يوم تقريبا ما لعبوش لان كانت العصبه الاحترافيه طلبت منا على اننا نلعبوا الوداد رفضوا لان عندنا ثلاثه اللاعبين مع المنتخب الوطني وما لعبناش يعني ديك 10 ايام كانت كافيه على ان اللاعبين يسترجعوا الثراوى البدنيه ديالهم بالاضافه الى الوسائل المعاصره اللي كاينه دابا باش ان اللاعبين يسترجعوا الثراوى البدنيه ديالهم، انا اعتقد هو ان المشكل يفوق بكثير الثراوى البدنيه ديال اللاعبين. واخا استاذ في اين يكمن الخلل من وجهه نظرك؟ اين يكمن الخلل؟ الخلل الكل يتساءل، حتى واحد ما عنده الاجابه على هذا السؤال. يمكن الرئيس البارح خد مبادره وتكلم وهضر وقال على ان انني اتحمل المسؤوليه. ولكن تتحمل المسؤوليه في عده محطات ملي تكون هذه المشاكل كتخرج يقول انا اتحمل المسؤوليه وشنو هو الحلول اللي كيمكن يعمل الرئيس باش ان الوداد ما يبقاش عنده هذا المشكل يمكن الرئيس عنده أمور خاصه به كيعالجها الراس والله الله, ي... الله يفرجها عليه والله يستلي الامور فيها ولكن كتبقى الوداد ما برتبطش بالرئيس لان هناك مكتب هناك مسيرين يقومون مقام الرئيس اثناء غيابه وبالتالي كان على هذوك المسيرين اللي كي... اللي كنشوفوهم غير في الرحلات كيكونوا الرحلات عاد كنشوفوهم في الطائره وفي لي زوتيل وعاد كيهضروا كي ملي كتكون الازمه خاص كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو استاذ إيه انا كنفهم كلامك اذا إيه كاينه واحد الازمه على مستوى تسير حتى هي تساهم في هذه معلوم كون ما كانتش كون ما عندنا كانت عندنا هيكله داخل نادي الوداد وكل واحد كيدير ديال الدور ديالو كما يقوم وكل واحد كيتحمل المسؤوليه ديالو كل واحد غادي يخرج ويقول ها المشكل كاين عند الوداد عندنا مشكل مادي عندنا مشكل ديال الفلوس ديال هاد العصب ديال هاد المشاركات الافريقيه راه ما توصلناش فيهم عندنا مشكل ديال الفلوس ديال البطوله يمكن ما توصلناش بهم لان عند الوداد مشاكل في الجمهور العامه ما داروش يمكن هذا تا يمكن يكون سبب يمكن اللاعبين ما مخلصينش وهذا مشكل كبير استاذ كيف في المداخله ديالك الجمهور الجمهور ما ما تعودش هاد الوضع اللي كتعيشوا الوداد لا اختي راه عشنا هذه المحطه الا عقلتي في 2017 ملي كنا دينا اللقب الافريقي ومشينا لعبنا كاس العالم نادي إشكال مع المدرب عموته عم راه نهزمنا سته ديال المقابلات متتاليه كان مشكل مطروح وكان عمو تخرج وقال لك انا ما بقاش مرغوب فيا وكان هناك هذا اللفظ ديال النقابه عليا باش انني نمشي ويبان الجمهور والمتتبعين الرياضيين على ان الخلل في عموته عم مع عموته عم الله ده قبل إفريقي كيفاش غادي بين أشهر ولا شهرين بعد ما غيبقاش المستوى ما يبقاش داك الشيء جمهور يضحي من اجل الوداد وحنا كلنا دابا مع الوداد وكنضحيو من اجل الوداد وبغيو الوداد ترجع لسك الانتصارات لان الوداد هذه المحطه ديال من 2009 الى يومين من 2000 و15 الى يومنا هذا الوداد تمثل الكره المغربيه احسن تمثيل يضرب بها المثال اذا كانت الكره التونسيه والكره المصريه هما اللي كانوا في يعني على الكره الافريقيه الوداد ولا معادله صعيبه في الكره الافريقيه وما يمكنش اننا نشوفوا الوداد في هذا المو... يعني في هذا جوج دورات اللي تلعبوا دابا ديال المسابقه الافريقيه اضعف فريق من حيث النقاط ومن حيث الاداء هو فريق الوداد مع العلم على ان ملي كتبدا اي مسابقه كيكون كي الوداد من المرشحين اللي غيلعبوا المقابله النهائيه على غير الاهلي والترجي وما الصندوز دو نتمنى من الله سبحانه وتعالى على ان الايام المقبله وكيف قال الرئيس البلد انه غيجتمع مع المدرب ومع اللاعبين لايجاد الحلول وانا اعتقد الحل الكبير والمشكل الكبير من ضمن المشاكل الكثيرة اللي عندنا في الوداد لان الوقت لا يتسع اننا نتكلم عليها هو المشكل المادي ب 100% اذا كتشوف سي اديب ان الجمهور خاصو مازال يصبر ويعطي الوقت مازال المدرب من اجل الاشتغال اكثر لا الجمهور كون على يقين اختي الجمهور غادي يحضر وغادي يشجع الوداد لان هذا الجمهور ديال الوداد ماشي جمهور ديال المناسبات او لا جمهور ديال حنا الان في خص الجمهور يكون مساند الوداد ويساند اللاعبين ويساند المكتب ويساند الجميع كل واحد غادي يقوم بالدور ديالو من الزاويه ديالو الجمهور اللي بقى يؤدي الواجب ديالو ويشجع ويدعم اللاعبين ويكون بجنبهم المكتب المسيرين ينضو يشوف المشاكل والاختلالات اللي كاينه في التسيير ديالهم اللاعبين ينضو يلعبوا يعرفوا انهم داك التوني ماشي اي واحد يقدر يلبس داك التوني هذاك التوني ديال فريق غالي وكبير وعنده محبين على ماشي عارف المغرب عالميا كيحبوا ذاك الفريق وهو اللي كي قال في احدى احدى المحاور ديالو مع بعض القنوات كون الوداد داك اللقب ديال 2017 ما كناش غنوصلوا لهذا ما يمكنش أن نقدموا هذا نستقبلوا مجموعه ديال المسابقات في المغرب والندوات والكره المغربيه يكون عندها واحد الدفع اساسي بالاضافه للمجهود اللي بداية الجامعه فالوداد ديال هي قاطره كره القدم المغربيه على الصعيد الافريقي والعربي كلنا مطالبون اننا ندعموا الفريق ديالنا لان الفريق ديالنا ما يستاهلش هذه اللي فيه ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان المقابلات الجايه تكون مفتاح ديال انتصارات توه ديالنا وترجع الوداد كما كانت ان شاء الله. واخا سي اديب على تابعتي الخرج الاعلاميه ديال سعيد الناصري امس اعلن على مجموعه ديال الخطوات اللي غادي يقوم بها اجتماع مع اللاعبين اجتماع مع المدرب واش كتشوف هذا الشيء غادي يقدم شي حل الأزمة ديال الوداد؟ بالطبع غادي يقدم ازمه كي قلت لك انا غادي يقدم حل هذه الازمه اللي تعيشها الوداد انا قلت لك في الاول الفراغ اللي كان اداريا بعد المشكل اللي عند الرئيس كيف هو عنده مشكل خاص ديالو آه ما كاينش اللي يقوم بالو... يقوم بمقام الرئيس وهذا مشكل هيكلي داخل النادي ديال التسيير لو ان الرئيس ما كاينش كاين اللي ينوب عنه هذه هي القاعده هي هذه آه تيقولوا حتى واحد بيرسون انديسبونسابل دونك ملي ما كيكونش واحد كينوب عليه علاش يقو... كيديروا في المكتب ما كيديروش غير رئيس كي... هو كيعزل المكتب وكيعزل مع الناس النواب ن... نو... الرئيس امين المال الكاتب العام باش كل واحد يقوم من مقامه فالرئيس اذا كان عنده التزامات او لا مرض ولا غاب ولا سافر راه خص اللي يقوم مقامه هذا هو المشكل دابا اللي عندنا الرئيس دابا خد المبادره وغادي يجتمع اليوم كي قال مع مع مع, مع المدرب مع اللاعبين نشوف الخلل فين كاين رغم ان هذا الشيء كان خصو يكون دار شحال هذا ملي خسرنا لا كوب دافري ملي خسرنا السوبر الافريقي كان يجي ويعمل لعابه ويهضر معاهم ويدعمهم ويقول لهم هذه محطه دازت نوضوا عندنا 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 محطات اخرى عندنا الوداد كل سنه كتعب عليها مجموعه ديال المحطات ويقوم بهذا خصنا المقابله الاولى كان ينوض يدير هذا الشيء اما حتى تفاقم هذا الشيء ولا يعني المشكل كبير عاد خاد الرئيس المبادره كما بغى يكون الحال نتمنوا على ان هاد المبادره ديال الرئيس تلقى نتائج ايجابيه واللاعبين إذا عنده شي مشاكل يحلوها مع مع المكتب الموسيقي ديال نادي الوداد الرياضي والنضوع عندنا مقابله ديال وش خصنا نهضروا نحقوا ثلاثه دي النقاط عندنا مقابله افريقيه حتى هي خصنا نوضوا نحققوا نتيجه ايجابيه على الاقل باش نرجعوا شويه في في المجموعه ديالنا باقي باقي اربعه ديال المقابلات الوداد كنعتقد اذا 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 كانت الظروف ملائمه واللعابه كانت عندهم اراده وبغا يلعبوا من اجل القميص ومن اجل ذاك الجمهور ان شاء الله الوداد تقدر ترجع في المجموعه و... و... وتصدر كاع هذه المجموعه اذا كان ممكن كنشكرك سي اديب على قبول الدعوه والحضور مرحبا لك شكرا شكرا للطاقم التقني المرافق الى اللقاء مشاهدينا في موعد اخر